أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن الحرب على غزة، ونناقش اليوم تواصل الحملة العسكرية والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد أهالي قطاع غزة، إلى جانب تأكيد حركة حماس على وجود قرار وطني فلسطيني بعدم الحديث بشأن الأسرى وصفقات التبادل إلا بعد وقف شامل للعدوان الصهيوني المتواصل بحق أهالي غزة. في وقت أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني توقفه عن الخدمة وحصار الاحتلال لطواقمه في جباليا واستهدافه المستشفيات هناك. مشاهدينا الكرام، في هذه التغطية سيكون معنا عبر سكايب من فيينا رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوسط أوروبا ضياء الشمري، وكذلك سيكون معنا من إسطنبول عبر سكايب أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين الدكتور محمود الشجراوي، وعبر الهاتف المحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون. فاصل ونبدأ بعد ذلك التغطية، فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمرون وإياكم، وهذه التغطية اليومية لمجريات الحرب الدائرة في قطاع غزة والتي تخوضها قوات الاحتلال الصهيوني ضد كل المدنيين في قطاع غزة. في اليوم 76 من هذه الحرب تتواصل هذه التغطية. معنا الآن عبر سكايب الدكتور محمود الشجراوي الأمين العام أو أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين معنا من إسطنبول. مرحبا بك دكتور محمود. يعني في البداية، لماذا يصر الاحتلال في الوقت الحالي على طلب هدنة مؤقتة وبقوة بهذا الشكل بعد رفضه المتكرر سابقا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. طبعا أخي، لا يخفى على كل متابع أن العدو الصهيوني ليس لديه قدرة أصلا على الحروب طويلة الأجال طويلة المدى. وإذا بنتذكر مع بعض أن أطول حرب خاضها الاحتلال كانت حرب 2014 مع قطاع غزة، كانت 51 يوم. فالآن وقد تجاوزنا شهرين ونصف، يعني 75 يوم. هذا يعني أن مثل هذه المعركة لم يخوض الاحتلال من قبل، وخسائره فيها أيضا كانت غير مسبوقة بالمناسبة إطلاقا. يعني خسائر الاحتلال في يوم 7 أكتوبر غير مسبوقة قولا واحدا، لم يرها الاحتلال طوال عمر دولة الاحتلال من 75 سنة، ما رأى هذه الخسائر الكبيرة لا في القتلى ولا في الأسرى. ولذلك هذا يفسر لنا أمرين. الأمر الأول، كمية الإجرام غير المسبوقة التي ينفذها الاحتلال ويحاول أن يوقع أكبر قدر ممكن من الخسائر في المدنيين طبعا. الأمر الثاني، أن الاحتلال يعاني كما يعاني أهل قطاع غزة. الاحتلال يعاني معاناة شديدة جدا، ولديه مشاكل داخلية أصلا. فهذه الحكومة ساقطة، إضافة إلى ضغط غير مسبوق من المظاهرات التي تحتج أصلا قبل بدء طوفان الأقصى على موضوع التغييرات القضائية التي كانت حكومة نتنياهو قامت بها، والآن مظاهرات أهالي الأسرى والمظاهرات التي تطالب بإيقاف الحرب. نعم. المظاهرات الأخرى ذات الشأن الداخلي في داخل دولة الاحتلال لديهم مشاكل كثيرة جدا، أعلاها على الإطلاق ذهاب السردية الإسرائيلية وأن جيشهم لا يقهر وأنهم هذه المظلومية التي كانوا يبيعونها للعالم أصبحت ساقطة، لأن الإعلام جزاكم الله خير أنتم وجميع الإعلاميين، الإعلام نجح فعلا في إسقاط الرواية والسردية الإسرائيلية، ليس في عالمنا العربي ولا في عالمنا الإسلامي فحسب، بل في كل العالم الحر. ابقى معنا دكتور محمود، واسمح لي أن أضم إلى هذه الحلقة ويشاركنا الحديث
الآن الأستاذ ضياء الشمري وهو رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوسط أوروبا معنا من فيينا. أهلا بك أستاذ ضياء. يعني ما الضمانات اليوم من عدم استغلال هذه الهدنة المؤقتة لأسباب عسكرية وسياسية؟ ما خطورة ذلك؟ بالتأكيد هو الاحتلال، الكيان الصهيوني أو إسرائيل، يعني هم يريدون ياخذون يعني نفس حتى يرتبون حالهم، لانه الامر طبيعي عندهم هنالك ارباك في هذا، في القتل الذي متعمد من قبل القوات الاحتلال ضد الفلسطينيين العزل في غزه، يريدون يعيدون ترتيب الامر. وبعدين هنالك نداءات من المجتمع الدولي بايقاف القتال في هذه المناطق، ولكن هم يستغلون هذا بذريعة ترتيب حالهم، ترتيب الوضعية بالوقت الحاضر والذعر الموجود عندهم. ونحن نعلم أنه الجيش الإسرائيلي هنالك خسائر كبيرة في هذا الجيش، والعدات يعني الإمكانية العسكرية واستمرار القتال مدة شهرين ونصف الشهر، حقيقة لأول مرة يحدث مع إسرائيل هذه الفترة الطويلة من القتال. لا، احنا نتحدث عن الانتهاكات لحقوق الإنسان الذي تقوم بها الاحتلال والجيش الإسرائيلي بالاعتقالات العشوائية، الذي اعتقالات في الوقت الحاضر، بدأت الاعتقالات في غزة وفي الضفة الغربية، يعني في الضفة حدود 4000 معتقل من النساء والأطفال والرجال، وفي غزة حدود 300 واحد أو 280 شخص اعتقلوا في غزة بأسلوب وحشي وبأسلوب لم يتعارف عنها من قبل. يعني لحد الآن المجتمع الدولي لا يعير أهمية بما تقوم به إسرائيل من عمليات إجرامية ضد الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر مخزي بالنسبة للمجتمع الدولي وحتى الدول العربية. نعم دكتور محمود، من جديد إليك. يعني يلاحظ أن الاحتلال يتعمد يعني القيام بعمليات تصفية جماعية لعائلات فلسطينية بأكملها، لماذا يفعل الاحتلال ذلك في هذه المرحلة من مراحل الحرب؟ ما الذي يسعى إليه بمثل هذه الجرائم؟ دكتور محمود، على ما يبدو أن الصوت لا يصل إلينا، هل تسمعنا الآن جيدا؟ على ما يبدو أن هناك مشكلة في التواصل الصوتي مع دكتور محمود شجراوي، سنحاول التواصل معه على أي حال ريثما يتم إصلاح هذه المشكلة. أعود إليك من جديد دكتور ضياء الشمري، يعني لماذا لا يجري التوجه إلى وقف دائم لإطلاق النار؟ لماذا يجري اللعب بالمصطلحات بهذا الشكل من قبل الاحتلال الصهيوني؟ حقيقة المجتمع الدولي يطالب بإيقاف كاملة للقتال أو للقتل الفلسطينيين في غزة. هنالك ليست هنالك معركة، وإنما قتل متعمد لشعب عزل، أطفال ونساء وشيوخ في هذه المنطقة. نحن نطالب المجتمع الدولي أن يوقف موقف واضح من الكيان الصهيوني. يعني ما معقول يعني إخلال بالاتفاقيات جنيف لحد الآن، يعني تجاوزت كل المراحل، لا يمر حربا مثل هذه الحرب والتجاوز، يعني المستشفيات والمدارس وكل المسائل المدنية الموجودة أتمت الاعتداء عليها من قبل الجيش الإسرائيلي، وهذه حقيقة. يعني هذه الحقائق يعني هي ومشاركة معها الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الجريمة، وحتى بالإطار مشاركين مشاركة فعلية بهذه الجريمة، والدول الأوروبية لها ضلع كبير في استمرار هذه الحرب. لو كانوا ناويين أنه يضغطوا على إسرائيل أنه توقف الحرب، ممكن إيقاف الحرب من قبل الدول الأوروبية وأمريكا وبريطانيا. هل هي إسرائيل دولة مارقة؟ إسرائيل دولة مارقة بدعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية لها. لا، إسرائيل هي دولة مثل بقية الدول بالعالم، ولكن تتنفذ في هذه الأمر لأنه الدعم
الأوروبي والدعم الأمريكي لها غير محدد. نعم. يعني عندهم كارت يعني أخضر، إيش قد ما تعمل وإيش قد ما تقتل لا يمكن أن ترد إسرائيل. هذه حقيقة تاريخية. نعم. وكل الاعتداءات في إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني من بداية تأسيسها لحد هذه اللحظة. نعم. دكتور محمود الشجراوي، مجددا أطرح عليك السؤال ذاته الذي طرحته عليك قبل قليل ولم تتمكن من الإجابة بسبب مشكلة بالصوت. الاحتلال يتعمد منذ أسابيع يعني القيام بعمليات إعدام متقصدة ضد مدنيين وربما ضد عائلات مدنية بأكملها، ما الهدف من ذلك مع العلم أنه لا يزال يواصل مثل هذا الأسلوب وهذه الطريقة بالتعامل مع المدنيين؟ يعني أستاذي الحبيب، بداية الاحتلال الصهيوني قام أصلاً على فكرة المذابح بالنسبة للشعب الفلسطيني. نعم. لكن في هذه المعركة تميزت بهذا الإقداع في قتل المدنيين لسببين. السبب الأول، العدو الصهيوني مني يوم 7 أكتوبر بهزيمة غير مسبوقة. إذا أخذنا آخر 23 سنة كانت خسائر الاحتلال 69 جندي في 23 سنة. نعم. وخمس أسرى فقط، بينما في يوم 7 أكتوبر كان في عندنا 1300 قتيل و265 أسير. هذا يعني أنه يوم 7 أكتوبر فقط كان يساوي في المقاومة إذا حسبناها على الخسائر 433 سنة مقاومة قبله. وهذا الذي يعني جعل الاحتلال حريص على إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية في الفلسطينيين. هذا أولا، اسمح لي بس. ثانيا، العدو الصهيوني الآن يريد أن يعيد أسطورة الجيش الذي لا يقهر، التي ذهبت إلى غير رجعة يوم 7 أكتوبر. ولذلك هو يري العالم قدراته وينفذ تفجيرات بقنابل ذكية يلقيها على المدنيين كما كان يفعل بعض الأنظمة العربية بالبراميل المتفجرة، حرصا على إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر في المدنيين. وهذا يثبت أن العدو الصهيوني ليس لديه بنك أهداف حقيقي بعد 75 سنة لم يستطع 75 يوم عفوا من هذه المعركة لم ينجح في تنفيذ أي من أهدافه الاستراتيجية المعلنة في هذه الحرب. نعم، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. ينضم إلينا الآن المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ إبراهيم المدهون عبر الهاتف من إسطنبول. أستاذ إبراهيم، هل أنت معنا؟ طيب، على ما يبدو أن الأستاذ إبراهيم المدهون لم يجهز بعد، على أي حال سنحاول التواصل معه لينضم إلينا في سياق هذه التغطية. من جديد إليك أستاذ ضياء، يعني إلى أي مدى يتحمل الاحتلال المسؤولية القانونية بالحفاظ على حياة الأسرى الفلسطينيين وسط الأنباء التي تؤكد ضرب أسير فلسطيني حتى الموت في سجن النقب؟ حقيقة الاعتداءات مثل ما صرحت بها بعض الوكالات الدولية المعترف فيها والانتهاكات لحقوق الإنسان بالاعتقالات الأخيرة التي حدثت في غزة والإهانة إلى المعتقلين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، هذه خير دليل على أنه دولة إسرائيل هي دولة مارقة، هي دولة لا تحترم القوانين الدولية، وهي دولة يعني تقوم بعمليات إجرامية واضحة أمام أنظار العالم. يعني الإجرام الذي ترتكبه إسرائيل لا يمكن أن ترتكبه أي دولة أخرى في العالم، مثل هذه الجرائم العفو مثل هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل. إسرائيل دولة مارقة، دولة أقامت بعمليات إجرامية مصورة وكل شيء حادث، وبعدين إهانة إهانة المعتقلين من قبل وتعريتهم، يعني حقيقة يعني مناظر يعني قبيحة بما تقوم بها، واعتقالهم والإعدامات العشوائية، إعدامات انتقامية ليست خاضعة للقانون، وهذه كلها خارجة عن اتفاقية جنيف اللي حددها 1949. هي اتفاقية جنيف كانت واضحة باحترام الدولة المحتلة أن تحترم المدنيين وتقوم على أساس القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهي إسرائيل لا تلتزم بهذا طولة
تكوين دولة إسرائيل. دكتور محمود الشجراوي، يعني هل مطالب حماس برفض الهدنة منفصلة عن الواقع بالفعل كما يروج ويزعم الاحتلال الصهيوني؟ ماذا يريد الاحتلال من خلال إشاعة مثل هذه التصريحات؟ يعني العدو الصهيوني يحقق بهذا أكثر من هدف، لعله يود أن يوقع بين الفصائل الفلسطينية، هذه أحد أهداف الاحتلال الدائمة طبعا. ثم هو الاحتلال أصلا طلب هذه الهدنة قطعا لأنه يريد أن يقوم بترتيب أوراقه المبعثرة، يريد أن يعيد خلينا نقول تموضع قواته في القطاع بعد 75 يوم من هذه المعركة، وما زلنا نسمع تحليلات العسكريين، أنا لست عسكريا، تحليلات العسكريين أن الاحتلال حتى الآن على الأرض ليس لديه أي سيطرة على أي جزء من قطاع غزة، رغم وجوده في كل مناطق قطاع غزة شمالا وجنوبا لكنه ليس لديه أي سيطرة، وهذا يفسر لنا قيام شباب المقاومة من كل الفصائل طبعا وأشرها طبعا حركة حماس أنهم نجحوا في استهداف أفراد الاحتلال ويعني الدبابات والجرافات وغيرها، وأصبح سمعة المركبة أربعة لما يقولوها بالتراب. العدو الصهيوني لعله يريد من هذه الهدنة أن يعيد تموضع جنوده، أيضا يريد إعادة ترتيب أوراقه السياسية وبالذات مع الداعم الأكبر الشيطان الأكبر أمريكا التي تدعمه دعم بلا حدود. وقبل أيام انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو قصير لمرشحين يعني محتملين لرئاسة أمريكا وسئلوا سؤالا واحدا، لو كنت أنت رئيس أمريكا ما هي رسالتك الحالية لبنيامين نتنياهو؟ فكان الخمسة بلا تردد يقولون نشجعه ليتم المهمة وليقتل ولا يخرج من قطاع غزة حتى ينهي المقاومة الموجودة فيها. فواضح أن أمريكا هي التي تقاتل على الأرض سواء كان بالرجال أو بالعتاد أو بالطائرات أو بالقنابل أو بالمال أو حتى بالغذاء الذي يرسل للجنود الصهاينة، ولذلك ينبغي أن نعرف أعداءنا جيدا ونتعامل معهم على أنهم أعداء، الأمريكان والصهاينة، وإن كان هنالك أيضا أنظمة عربية تعينهم وتساعدهم وتمدهم بالسلاح فهي أيضا في خانة العداء، سواء مدتهم بسلاح من إنتاجها أو سمحت بمرور هذا السلاح الذي يقتل أبناءنا والسكين الذي يقطع في لحمنا، فهؤلاء أيضا يصنفون في خانة الأعداء. والله تعالى أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا ضيوفنا الكرام. مشاهدينا الكرام، معركة يخوضها المعتدي، معركة من طرف واحد، الضحية فيها الشعب الفلسطيني في غزة في أسلوب ربما ليس جديدا وإنما يذكر الفلسطينيين والعرب معا وكل أحرار العالم بالجريمة الصهيونية التي رافقت أيام النكبة وما قبلها، ألا وهي جرائم المجازر بحق المدنيين ذات المسلسل الدموي يكرره الاحتلال الصهيوني هذه الأيام من أسابيع في قطاع غزة الذي لا يزال يتعرض للقصف البشع المستمر. الإعدامات التي قام بها الاحتلال استهدف بها مدنيين عزل وعائلات بأكملها في قطاع غزة لا سيما مناطق شمال غزة. نشاهد هذا التقرير ومن ثم نواصل تغطيتنا.
ما زلنا مستمرين وإياكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية المتواصلة للمجازر المرتكبة بحق أهالي قطاع غزة في الحرب التي تدخل يومها 76. ومصادر فلسطينية قالت إن قوات تابعة للاحتلال اقتحمت بلدة تل جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. توجه بالسؤال إليك الآن أستاذ ضياء الشمري، يعني لماذا يجري التغاضي عن إفساح المجال لعمليات إنسانية واسعة في غزة فورا؟ أليس هذا مطلبا أساسيا لا علاقة له بوقف إطلاق النار؟ يعني حقيقة إسرائيل مثل ما ذكرت سابقا أنه دولة مارقة، وهذه عمليات انتقامية للشعب الفلسطيني، ليست لأول مرة هي تقوم بهذه العمليات الانتقامية للشعب الفلسطيني. يعني حتى القصف والتدمير في غزة شملت كل المرافق الصحية والطبية والمستشفيات والمدارس، هي تقوم بعمليات انتقامية. لحد الآن هم ينتقمون من الشعب الفلسطيني، لأن هم يعرفون جيدا هم ليس لهم حق في هذه الأرض، وهم معتدين. يعني حقيقة ما تقوم فيها إسرائيل، لو حدث هذا ذكرت سابقا، لو حدث هذا في أي دولة أخرى، يعني قريبا الأحداث اللي كانت في أوكرانيا لم تحدث هذه المجازر مثل ما حدث في أوكرانيا. والدول الأوروبية والعالم يعني نهض بنهضة إنسانية وتكلم عن حقوق الإنسان، والآن ترتكب جرائم في إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي غزة، ولا يتحدث أي شخص بهذا الموضوع. يعني حتى الرؤساء الدول أنا لا أعرف كيف ينظرون، يعني هل هي ازدواجية المعايير؟ هل هي القضية الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني ليس غيرهم مثل بقية الشعوب؟ كيف تعاملون هذا؟ نعم، من جديد إليك دكتور محمود الشجراوي، لماذا باعتقادكم فشل الاحتلال بتحقيق أهدافه التي أعلنها من اليوم الأول لحربه ضد قطاع غزة، وعلى رأسها القضاء على حماس؟ الاحتلال على ماذا استند فيما يتعلق بالترويج لقدرته على تدمير حماس؟ أخي، واضح أن الاحتلال اعتمد على القوة المطلقة، الذي فارق القوة المطلق بينه وبين حركة حماس. نعم. في التسليح، في نوعية السلاح، طبعا في الطيران العدو متفوق، في المدفعية العدو متفوق، في القصف سواء كان في القنابل التي تم تزويده بها من أمريكا، في الجسر الجوي الذي تم تنفيذه فعلا وإحضار كميات هائلة جدا من الأسلحة. بعض الخبراء يقولون أنه تجاوز القنابل التي ألقيت على أهلنا في قطاع غزة تجاوزت أربع قنابل نووية كالتي أبيدت بها مدن ناغازاكي وهيروشيما اليابانية. وهذا لعله اعتمد على فارق القدرة التدميرية والكبيرة لديه، هذا أولا. ثانيا، هو كان يبدو أنه من كثر ما كذب الاحتلال أن لديه رابع أقوى قوة في العالم والجيش الأول في المنطقة، فلعله صدق هذه المقولة بأن جيشه لا يقهر، وأنه قادر على تنفيذ هذه المجزرة غير المسبوقة في العصر الحديث. وأيضا لعله ظن أنه بمجرد أن يقصف المناطق الشمالية كما فعل المستوطنون الذين قاموا بإخلاء كل غلاف غزة الآن ويرفضون العودة إليه، لعله ظن أن أهلنا في قطاع غزة سينفذون بعد عدة مذابح كما فعل في 48. لعله كان يخطط لتهجير أهل قطاع غزة إلى سجن صغير في صحراء سيناء. والنظام المصري الذي يحاصر أهلنا في قطاع غزة برفضه التهجير، هنا هذه الجزية فقط أحسن فيها النظام المصري، رغم أنه شريك في الجرائم التي ينفذها الاحتلال، شريك في حصار قطاع غزة منذ 16 سنة، شريك الآن في تجويع أهلنا في قطاع غزة، شريك في منع دخول المساعدات أيضا إلى قطاع غزة. 16 ألف شاحنة الآن موجودة تنتظر في أمام معبر رفح، ولو فتحت المعابر، لو فتح معبر رفح، وليس بالضرورة يكون ال 12 كيلومتر فيها معبر واحد، لو سمح بإدخال كل هذه المساعدات، أنا متأكد الأمة قادرة على تأمين مثلها كل يوم
لأهلنا في قطاع غزة، والذي يقوم بذلك هو النظام المصري. سامحني أنا لعلي تجاوزت النقطة، هذا أولا. ثانيا، العدو الصهيوني لعله اعتمد أيضا على الدعم غير المسبوق من أمريكا أيضا، وقدوم القادة الفرنسيين والإيطاليين والألمان والبريطانيين لتأييده، فلعل هذا أيضا قوى من شوكته واعتبر أن الدعم العالمي ما زال قائما لينفذ هذه المجازر وليتجاوز كل قوانين الدنيا. هو لا يعترف بأي قانون إنساني ولا بأي شريعة دولية، ولذلك المجازر التي نفذها والله تقشعر لها الأبدان، والسكين الذي يقطع بلحمنا نحن هذا السكين هو سكين إسرائيلي، وأسنانه أحدها بريطاني والثاني فرنسي والثالث أمريكي وهكذا، فهم جميعا متعاونون كأنها حرب صليبية جديدة. وقطاع غزة محاصر من 16 سنة ولا يوجد نصرة له، لا من مصر ولا من أي لا نظام ولا دولة عربية أو إسلامية. وأنا أرجع عدم قدرة الوصول للنصرة إلى قطاع غزة للنظام المصري الشريف. أستاذ ضياء، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. دكتور محمود، وصلت فكرتك. أستاذ ضياء، من جديد أعود إليك وهذا السؤال. يعني منذ فترة ليست باليسيرة، أثناء هذه الحرب المستمرة ضد أهالي قطاع غزة، أحد المسؤولين الصهاينة صرح وقال إنه ينبغي على حكومة الاحتلال أن تقصف غزة بقنبلة نووية، فقوبل من نتنياهو ووزراء آخرين بشيء من التوبيخ. السؤال هنا، يعني مقتل أو استشهاد 20,000 دفعة واحدة ربما يحرك العالم، لكن أن تقتلهم بالتقسيط فإن هذا يجعل العالم يعتاد هذا المشهد أو يصمت، أو ربما يؤجل وصول المساعدات الإنسانية كما قامت الولايات المتحدة يوم أمس الأربعاء وأجلت قرارا كان من المتوقع أن يبت به أو تبت به الأمم المتحدة من أجل تسيير القوافل لغزة أو يعني توسيع دخول المساعدات. لماذا يتعامل العالم بهذه الطريقة ويعتبر ضحايا الفلسطينيين مجرد أرقام؟ يعني بالأمر الطبيعي المفروض العالم يقف ضد هذه المجزرة التي تقوم بها إسرائيل. تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين اللي هم مجرمين وقتلة، أخي احنا نتحدث مع ناس مجرمين وقتلة شرعا، يعني من يقول نضرب القنبلة النووية ضد غزة، هم الذي قتلوه والعملوه أيضا ما يختلف عن ضرب القنبلة النووية. حقيقة القتل صار قتل جماعي للشعب الفلسطيني، احنا نرى ماذا عملوا ماذا ارتكبوا من هذه الجرائم. المجتمع الدولي في الوقت الحاضر عاجز عن القيام ضد إسرائيل. والله انا لا افهم شو هذا السبب، شو هاي الإمكانية؟ هل هي إمكانية وجود إسرائيل معناتها وجود أوروبا في المنطقة؟ هل هي إسرائيل كقاعدة عسكرية تستغلها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بقمع المنطقة؟ أنا أتوقع هو هذا السبب الوحيد من الدول الأوروبية لحمايتهم وتماديهم بدعم إسرائيل، هو هذا السبب. السبب هي قاعدة عسكرية أمريكية ومعتمدة من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية على هذه المنطقة لتدمير هذه المنطقة. هذه الحقيقة يعني. نعم. دكتور شجراوي، إذا كانت أمريكا بالفعل صادقة، لماذا تعرقل إدارة بايدن وضع رقابة على مساعداتها لإسرائيل، لا سيما مع الاعترافات بأنها كانت قاتلة، أي المساعدات، وكانت سببا، مساعدات أمريكا لإسرائيل كانت سببا بإطالة أمد الحرب. الولايات المتحدة تساعد إسرائيل عسكريا وتقف حتى تحول بين دول العالم والأمم المتحدة وإمكانية إيصال المساعدات إلى غزة، تساعد إسرائيل بالسلاح وتحرم غزة من المواد الغذائية، قولكم في ذلك؟ والله أنا لعلي أختلف معك في صيغة السؤال أستاذ مصطفى. قولا واحدا، أمريكا أبدا لا تساعد إسرائيل عسكريا، أمريكا تقاتل في غزة، أمريكا تقاتل في غزة، وهذا دليل قدوم حاملات الطائرات الأمريكية في بداية معركة طوفان الأقصى. وأنا أجزم أن الطيارين الإسرائيليين يرفضون الخدمة في قطاع غزة،
والألوية التي تقاتل الآن في قطاع غزة هي ألوية الحرديم المتدينين، لأن كثير من العسكريين الإسرائيليين والاحتياط رفضوا دخول قطاع غزة، بعضهم يعني أدخل مرغما، ولذلك الإسرائيلي يرفض ذلك لسببين. السبب الأول الرعب والخوف والخور الموجود في داخله، اثنين قانون هانيبال الذي هو بالنسبة يمثل الرعب الأول لكل عسكري إسرائيلي، لأنه إذا تم اعتقاله أو أسره طبعا سيتم قتله إسرائيليا. نعم. هذا أمر. أما أمريكا أخي فهي لا تساعد إسرائيل، إنما هي تقاتل على الأرض، وأنا أجزم أن عدم اعتراف الكيان الصهيوني بأعداد الكبيرة التي يعني توثقها المقاومة، توثق أكثرها المقاومة في القتل، ناتج عن أن الإسرائيليين يعتبرون أن القتلى من الأمريكان أو من المرتزقة أصلا لا يعتبرونهم بشرا، هم يعتبرونهم في عقيدة اليهود يعتبرونهم حيوانات بشرية خلقت لخدمتهم، كما صرح كثير من الوزراء الإسرائيليين في بداية هذه المعركة أنهم يعتبروننا نحن يعتبرون الفلسطينيين حيوانات بشرية، ولذلك هم يستغربون أن العالم يستهجن أن يقوم الإسرائيلي بقتل وذبح الفلسطينيين، فالفلسطينيين حيوانات بشرية، هكذا يعتقد اليهود وهكذا يسوقون للعالم جرائمهم على أنها شيء طبيعي وشيء عادي طبيعي، لأن هؤلاء ليسوا يهودا وليسوا إسرائيليين، ولذلك أمريكا تقاتل على الأرض، وبعد ما تنجلي هذه المعركة سيتم الكشف قطعا عن أعداد كبيرة جدا من الأمريكان قتلت، وأعداد أكبر من المرتزقة من جنسيات أخرى يقاتلون الآن فعلا بالسلاح الأمريكي، ولذلك هذه ليست مساعدات أخي، هم يقاتلون على الأرض، وأمريكا كاذبة في كل التصريحات وفي كل القرارات التي تصدرها فيما يخص المعونات أو إدخال الأغذية أو الدواء أو الماء حتى عن أهلنا في قطاع غزة، وهم يعني من تحت الطاولة يأمرون عميلهم السيسي المجرم السيسي ألا دعنا نذهب إلى النقطة الجوهرية والأساسية بعيدا عن هذا الملف، لأن هناك الكثير ربما يتفقون معك أو يختلفون معك أستاذ محمود، إذا كان هناك ما تود أن تضيفه فيما يتعلق بالجزئية التي سألتك فيها، ألا وهي أمريكا تمد إسرائيل بالسلاح وتحرم غزة من إمكانية الحصول على المزيد من المساعدات، حدثنا بهذه الجزئية متفضلا لو سمحت. أتكلم في هذه الجزئية فأقول أن أمريكا تساوي إسرائيل في هذه الحرب، أمريكا هي جزء من المعركة، وعدوي لن يطعمني ولن يسقيني ولن يعطيني لا وقود ولا ماء ولا كهرباء ولا دواء ولا علاج، وأمريكا تنفذ الجريمة كما وضحت الفكرة. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور محمود شجراوي. من جديد إليك أستاذ ضياء، يعني إلى أي مدى ترى أن تدخل الأمم المتحدة بات ملحا وضروريا، لا سيما في هذه المرحلة من مراحل الحرب ضد غزة التي يواصلها الاحتلال الصهيوني؟ يعني هناك محاصرة لعدة مباني ومراكز طبية، هناك اعتقالات واستهدافات لعدد من الأطباء والممرضين، غزة تقتل بصمت والأمم المتحدة تتفرج، تعليقك على ذلك؟ حقيقة الأمم المتحدة يعني هي منظمة دولية بالوقت الحاضر أظهرت ضعفها بالأحداث التي دارت في غزة، والأحداث اللي دارت في غزة ارتكاب القوات الاحتلال بجرائم ضد الشعب الفلسطيني، ضد المدنيين، ضد الأطفال، ضد المستشفيات، يعني العمليات الإجرامية اللا حقوقية اللا إنسانية التي تقوم بها الاحتلال الإسرائيلي أمام أنظار العالم، وهذه هي المشكلة الكبرى التي تعانيها بالوقت الحاضر المجتمع الدولي. المجتمع الدولي متفكك، يعني لا توجد هنالك لحمة سياسية ممكن الوقوف ضد المجازر التي ترتكبها الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كل الاتفاقيات الدولية، تجاوز كل ما يعتمد من عنده من الاحتلال، والدولة المحتلة يجب أن تحترم الناس، بالعكس تقوم باعتقال وتهين المعتقلين وتعذب المعتقلين وتعدم إعدامات عشوائية من قبل
الجيش الإسرائيلي، وهذه جرائم لا تحدث حتى في الحروب السابقة، في حتى في الحرب العالمية الأولى والثانية لم تحدث مثل هذه المجازر الذي يرتكبها الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي هو يعني مجرمين وقتل ومرتزقة جايين من كل أنحاء العالم، من الولايات المتحدة ومن أمريكا ومن ألمانيا ومن النمسا ومن فرنسا ومن إيطاليا ومن اليونان، كلهم يقاتلون في غزة. الحقيقة العملية التي تقوم بها إسرائيل عملية انتقامية ضد الشعب الفلسطيني. نعم دكتور محمود، هناك بعض التقديرات تفيد باحتمالية أن ينجح الاحتلال الصهيوني بقطع جسر الثقة ما بين يعني العمق في غزة، الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، وبين قادة المقاومة. إلى أي مدى يعني ترى بإمكانية أن ينجح هذا مثلا؟ أنا لا أرى لهذا الكلام وجها ولا أرى له إمكانية بفضل الله عز وجل. والحقيقة أن بطل هذه المعركة يعني هو الشعب الفلسطيني، كل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. أنا طوال 75 يوم، يمكنك أن تصنفني متابع جيد أستاذ مصطفى، أنا لم أسمع واحد في قطاع غزة من الذين ابتلوا بقتل أعداد كبيرة جدا من أسرهم يعيد المصيبة بسبب المقاومة أو أن المقاومة هي سبب المصائب. جميعهم بلا استثناء يعيدون أن القاتل هو إسرائيل، القاتل هي أمريكا التي تدعم إسرائيل، وأنهم مع المقاومة قولا واحدا. وسمعنا في كثير من الفيديوهات فدا المقاومة، فدا القدس، فدا الأقصى، وهذا دليل أن شعبنا واعي وشعبنا لن تنطلي عليه التمثيليات الإسرائيلية، ولن تنجح إسرائيل في الإيقاع بين الحاضنة الشعبية الرائعة في قطاع غزة. وكل شعبنا حقيقة في قطاع غزة أثبت أنه مقاوم وأنه بطل، وأنهم جميعا يعني لا يختلفون عن الذي حفر الأنفاق، ولا عن الذي أطلق الصواريخ، ولا عن الذي يستهدف الدبابات في كل يوم وكل ساعة. أستاذ ضياء، إلى أي مدى ترى بإمكانية أن تنجح الأمم المتحدة بمؤسساتها يعني المختلفة، سواء المؤسسات الحقوقية أو الإنسانية أو الإغاثية أو تلك المهتمة بالطفل كاليونيسف، إلى أي مدى ترى بإمكانية أن تنجح بتقديم مثلا صورة أو خطوة إلى الأمام باتجاه نصرة المظلوم في غزة، وبالتالي تحافظ على كينونة وجودها والهدف من تأسيسها؟ هل يمكن للأمم المتحدة أن تلعب هذا الدور في الأيام القادمة؟ أكيد، بالتأكيد هي الأمم المتحدة لها الإمكانية أن تقوم بهذه العملية، بعملية إنهاء الحرب في غزة. يعني ممكن أن تعمل ضغط دولي على 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 إسرائيل، يعني والمنظمات المجتمع المدني أيضا لها دور كبير في إنهاء الحرب في غزة. يعني ما تقوم به المنظمات المجتمع الدولي الحقوقية والإنسانية في هذه المكان، المنظمة العربية لحقوق الإنسان أقامت بعدة بيانات وأصدرت وحالة وتقدم دعاوي ضد الارتكابات لجرائم المرتكبين جرائم الحرب في غزة. هذه الاتهامات إلى العالم يجب أن يتخذ موقفا واضح من القضية الفلسطينية، لأن هنالك إبادة جماعية واضحة، لا توجد لا دواء ولا غذاء ولا ماء ولا طاقة. حقيقة هنالك ارتكاب جرائم، إسرائيل ترتكب جرائم ضد الشعب الفلسطيني، جرائم واضحة، والمجتمع الدولي هو يرى هذا الشيء ولا يعمل بها. سأعود إليك بسؤال آخر أستاذ ضياء، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. من جديد إليك دكتور محمود الشجراوي، يعني ما الذي يدفع المقاومة اليوم في غزة للصمود رغم كل الحرب النفسية والإعلامية التي تمارس بحقها وضدها؟ على ماذا تراهن المقاومة الفلسطينية اليوم؟ أستاذ مصطفى، واضح أن المقاومة الفلسطينية وهي تعد لطوفان الأقصى أعدت له مدة طويلة جدا، هذا أولا. واضح أن المقاومة ترتكز إلى الحاضنة الشعبية، شعبنا الفلسطيني البطل الذي يحتضن هذه المقاومة، ما زال يحتضن هذه المقاومة، وقد كفر شعبنا الفلسطيني بكل مسار غير مسار المقاومة.
وشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الآن ينتظر أن تندلع انتفاضة حقيقية في الضفة الغربية وليست الأحداث القليلة التي نسمعها، وينتظر نصرة أيضا من أهلنا في 48 كما ينتظر من شعوب الدول العربية مصر الأردن المجاورة تماما ينتظر منها نصرة حقيقية، وقد غسل شعبنا يديه من الأنظمة العربية قولا واحدا. المقاومة قبل أن تقدم على مثل هذه الخطوة القوية التي لم يسبق في صراعنا العربي والإسرائيلي أنها حدثت، قطعا كانت تعرف أن شعبنا مخلص لها وأنه سيكون معها في الخندق كما هو الآن، وإن شاء الله لعلها كانت أيضا تظن خيرا ببعض الشعوب العربية والأنظمة العربية المحيطة أنها تحرك الساحات فيما يشغل الاحتلال عن المعركة ولا ينفرد بقطاع غزة، الأمر الذي لم يتم حتى هذه. سأعود إليك بسؤال الأخير دكتور محمود، ولكن اسمح لي أن أطرح سؤالي الأخير أيضا الآن على الدكتور ضياء الشمري. يعني الآن وقد روج الاحتلال الصهيوني واليهود في محافل عديدة يعني فكرة الهولوكوست، مع العلم أن بشاعة ما حصل ويحصل في قطاع غزة يتجاوز الهولوكوست بشهادة الكثير من الحقوقيين والقانونيين. أستاذ ضياء، سؤالي إليك هنا، فكرة التوثيق الحقوقي بغرض يعني أن هذه الحقوق لا يمكن لها أن تسقط بالتقادم وأن البت بقانونيتها وعدالتها مسألة وقت، إلى أي مدى ترى أن فكرة التوثيق لما يجري مهمة من وجهة نظر الفلسطيني ليحفظ هذه الحقوق ولا تسقط بالتقادم؟ حقيقة التوثيق هو مهم جدا، والشكاوي بالمجتمع الدولي والتقارير التي ترفع إلى المنظمات الدولية وإلى الأمم المتحدة مهم جدا، لأنه هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل يجب عليها أن توثق، وهذه الجرائم يمكن مقاضاة إسرائيل في المستقبل على ما أقامت به من عمل إجرامي ضد الشعب الفلسطيني بالأكمل، وهذه الجرائم تعاد وتكرر من قبل الاحتلال. مع الأسف هنالك منظمات ومجتمع دولي يرى هذا الشيء ويوثق هذا الشيء، ولكن الدول التي هي تسيطر على نظام الدولة، يعني إذا كانت ألمانيا وإذا كانت فرنسا، هي الشعب كله متعاطف، الشعب الأوروبي متعاطف مع غزة ويريد أن يعمل ويخرج المظاهرات واعتصامات في كل العواصم الدول الأوروبية، ولكن الحكومات هي حكومات مسيرة من قبل الولايات المتحدة ومن قبل الصهاينة. شكرا، أرجو شكرا جزيلا لك أستاذ ضياء الشمري رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بوسط أوروبا، كنت معنا عبر سكايب من فيينا. في سؤالي الأخير لك دكتور محمود الشجراوي، يعني الحرب تدخل يومها 76 والشعب الفلسطيني لا يزال صامدا ويقدم الكثير، عن واقع المقاومة وما ينتظره شعبها منها، رسالتكم في الختام. يعني حقيقة أثناء الحلقة قبل قليل قرأت عن رشقة صواريخ الآن خرجت من قطاع غزة تضرب المدن الفلسطينية المحتلة وتضرب الكيان الصهيوني. فالمقاومة صامدة، المقاومة ثابتة، المقاومة محتسبة عند الله عز وجل. شعبنا الفلسطيني هو الحاضنة الشعبية الذي على أساسها يعني هو الداعم الأول والأخير لهذه المقاومة. وطبعا المقاومة بدأت هذه المعركة معتمدة أولا على الله عز وجل وتوفيقه، وثانيا على شعبها وصموده. ولذلك أملنا بالله عز وجل أن تبقى هذه المقاومة يدها على الزناد ولا تتردد فيما تقوم به، وتوفق من وفقه الله لأن يكون جزءا من هذه المعركة، أسأل الله أن يكتب لنا ولكم ذلك إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور محمود الشجراوي أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام التغطية المتواصلة بشكل يومي من خلال شاشة قناة الرافدين.
دائما ظلوا مع القضايا العادلة وناصروا الحق، فإن الحق منتصر ولو بعد حين. إلى اللقاء.